أقامت محافظة بني سويف معرض أهل المدارس بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص. يوفر المعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 15% ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية والزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ استعدادا للعام الدراسي الجديد.